روحية قولي حبيبتي ايه؟ ياسمين. حاضر يا فندم. ايوه السلام عليكم. وانا مش ضمني ان ياسمين بتقول اللي بيناديها ابوها ولا جوزها يا عيوني. انت اتجوزتي ياسمين؟ لا لا متجوزة. متجوزة. بينادي لي جوزك يقول لك يا ياسمين ولا ما بيقولش حاجة أصلا؟ لا بيقول يا ياسمين. وأنت بترد عليه تقولي له يا عيون ياسمين؟ معقول؟ لا بتقولي كده؟ انا عندي مشكلة بس. حاضر يا فندم أنا مش واخد إلا تمن ثانية. أصل روحية ما كانتش بتقول له إلا يا عيون روحية. كل ما ينادي لها يقول لها بنت روحية، ترد هي نغم وتقول يا عيون روحية. قول يا ياسمين بقى. المشكلة اللي أنا كنت هقعد من أسبوع، بس دلوقتي أنا الحمد لله طهرت. بس كان عندي ايه من اسبوع؟ ايه اللي حصل من اسبوع حائض ياس؟ حائض. كنت حائض من اسبوع. ايوه. المشكلة إن أنا كان عندي الحمد لله أنا طهرة دلوقتي. مش المشكلة فاهم إن أنا كان حاجة، عندي مش فاهم حاجة بقى دلوقتي. أنا سمعت من أسبوع كان فيه الدورة دلوقتي واستحمينا أنا وراحت الدورة. إيه اللي بس حصل بعد كده؟ إيه؟ كان عندي حشرات، اللي هو هاموش كده جدا صغير وفراشات، وقفت على دم الحيض. انا لما ايه ظهرت ايه دلوقتي يا بنت بالراحه عشان اسمعك وافهم. بتقولي وهي مالها بقى ومال دم النيله؟ هو دم النيله كان في مستنقع وكان موجود، ولا قصدك على الهدوم اللي كان فيها؟ ايه سؤالك يا ياسمين؟ ايه ياسمين كان على السؤال؟ الهدوم، على الهدوم. على الهدوم، فالحشرات دي وقفت على الهدوم. فانا لما طهرت دلوقتي الحشرات دي بتقف على هدومي وبتقف عليا. لسه الريحه موجوده يا حبيبتي. والله العظيم ما هو الدم نجس، والعلماء قالوا النجاسة لها طعم ولها لون ولها ريحة. أكيد أنت ما غسلتيش الهدوم كويس يا ياسمين، وبالتالي النجاسة ما زالت باقية ولو بالريحة. الريحة عند الحشرات حبيبتي، اسمعي أمي للآخر، الريحة عند الحشرات بتتشم على مسافة 48 مليون كيلو. لو نظفتيها قوي مش هتيجي الحشرات دي، فما تخافيش. يا جوزك الحلو يخفي الهدوم دي نهائي ويغورها في 60 داهية ويجيب لك جديدة غيرها، ونشيل الدجل ونشيل أي حاجة، لأن أنا واثق لا إن في خلاص حد. انا رميت، ياسمين أنا واثق إن في حد قال لك إن دي مش الحشرات، ده دي عفاريت وجن جاية لك وواقفة على مكان الدم، بعدين أنت ما غسلتها كويس جدا. لا انا رميت الحاجات اللي وقفت عليها. هي طب تمام. الحشرات بتيجي طب تقف المشكلة في إيه يا على حبيبة هدومي قلبي؟ انا دلوقتي، إيه؟ بتيجي على هدومي الطاهرة دلوقتي. بتيجي على الحشرات دي هدومك؟ الطاهرة دلوقتي بعد ما انا أيوه اتطهرت، فانا أيوة. لا بخايفة بس انها طهريها تنجسني حبيبتي تاني. كويس، صدقيني انا طهريها بس كويس ومش هتلاقي اي حاجه. وبعدين هدومك الطاهره او هدومك مش في يا حبيبتي حاجات بيحطوها الستات لما تكون عندهم الدوره وبتتلقح اول باول وبتتجدد، ولا محدش يعني نصح ليكي او علمك وقال لك الكلام ده يا حبيبتي؟ ليه تستني لما الحشرات دم الحيض يوصل لهدومك يا امي؟ ليه؟ في حاجات بتتحط في الموضع اللي بيجيب الدم، يا نظيفه يا انظف يا ارقى، ومش عايز اقول اسماء عشان ما اعملش اعلام واعلان قصدي، وحاجات زي كده حبيبتي. انت من اول ما تجيك الدوره حبيبتي تخلي بالك من نفسك، تتحفظي كويس، تغيري وتنظفي، وهدومك اللي انت لابساها ما يجيش عليها نقطه دم واحده ابدا الا ضروره لا قدر الله. انما انت لسه كتكوته وصغيره والدوره هتستمر معاك سنين، لكن خدي القاعدة يا حبيبتي. في حاجات حشرات هوام ناموس زفت الطين بيجي على هدومك الطاهرة، قسما بالله ما هيجي الا لانه شامم الريحة اللي هو بيحبها وبيعشقها. لو نظفنا كويس قوي حتى بايدينا لو ما عندناش غسالة الدنيا هترجع زي الفل وتبقى الدنيا جميلة تاني.